السلام عليكم. يبدو الصراع الانتخابي من الآن على أشد في أوساط الكتل السياسية السنية على خلاف الكتل السياسية الأخرى. دعاية انتخابية مبكرة لكنها غير الدعاية العادية، دعاية الاتهامات المتبادلة والأموال التي تصرف وتدفن أمام عدسات الكاميرات وعزايم وثريد وغيرها، واتهامات بالفساد وتصفيات وشراء ذمم وغيرها من التصرفات اللي ينقلها الخصوم السياسيين أحدهم ضد الآخر. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في جبهة والآخرين في الجبهة الأخرى في معركة انتخابية للسيطرة على مجالس المحافظات الغربية، حتى أنه المتابع ما يشعر بوجود الانتخابات إلا في الأنبار والموصل وصلاح الدين. فماذا تمتلك هذه المجالس المحافظات حتى تستحق كل هذا الصرف والملايين من الدولارات، وما هو تأثيرها على الساحة السياسية؟ أما أن الهدف هو السيطرة على مقدرات المحافظات من أجل تمويل الأحزاب السياسية، أي أنها محافظات الخبزة، ومن دون من أين لك هذا؟ أرحب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي الشيخ جبار عجاج العسافي أحد مؤسسي صحوة الأنبار، والأستاذ محمد العلوي عضو تحالف تقدم، ومن الموصل الأستاذ مويد الجحيشي السياسي المستقل. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياك الله الشيخ، حياك الله أستاذ محمد، حياك الله أستاذ مويد. الله يخليك. اليوم لازم تتحملونا شوية. أكيد 100%. هو المفروض إحنا نتحمل، كنتم ضيوف. نعم. شنو القصة؟ شو الانتخابات من تباوع على الصفحة الغربية؟ تشوف انتخابات، تشوف تنافس، تشوف ركض، تشوف واحد يحكي على الثاني، تشوف واحد كذا، من تباوع على هاي الصفحة كل شيء ماكو، ما الصفحة الثانية ماكو شيء. شنو القصة؟ تختلف الانتخابات بالمحافظات الغربية عن المحافظات الثانية؟ أستاذ محمد، أولا السلام عليكم وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدي قناة الأيام. كما تعلم أنت، هذه الفترة ومجالس المحافظات سوف تكون معركة حاسمة لاستلام زمام الأمور واستلام دفة الحكم في المحافظة. يعني مجالس المحافظات عندما الحزب الذي سوف يتولى الحكم في هذه المحافظة 100% راح يستلم الحكم مرة ثانية في البرلمان. فهذا موضوع منتهي من عنده. يعني هي تهيئة للبرلمان. نعم، تهيئة مو بس للبرلمان، وإنما تهيئة لاستلام دفة الحكم في المحافظة. هسه هي شنو دفة الحكم؟ هي دفة الحكم بالمحافظات شنو قيمتها يعني؟ هاي الانتخابات القادمة أنا أتوقعها هي انتخابات حاسمة. اللي يفوز بها راح يثبت جدارة وراح يقدر يسيطر على حتى مجالس مجلس النواب. طبعا هسه سيطر على مجالس المحافظات، شو راح يصير؟ ليش راح يصير؟ شو راح يصير؟ يعني شنو اللي راح يتغير؟ أنا أحكي لك. عنده هو شنو راح يتغير؟ الشعب العراقي ايش راح يتغير؟ ما ادري. الشعب العراقي بالوقت الحاضر اغلبيتهم مع الناس اللي تستلم زمام الامور وتستلم الحكم في المحافظات او في مجالس محافظات المحافظه. يعني تعرف انت راح يمشونهم معاملاتهم، يمشونهم شغلهم وامورهم، ف 100% وراح يلجؤون لهم. فباكر اكبر راح تصير انتخابات مجالس النواب، 100% راح كذلك يستولون على مجالس النواب. القائمة اللي راح تاخذ المحافظات راح 100% تاخذ مجلس النواب. زين، شنو طبيعة الوضع الان بالنسبة للانتخابات؟ اللي قاعد نشوفه انه اكو تنافس قوي، اكو صرف قوي، اكو اتهامات قوية، اكو يعني اكو معركة انتخابية حقيقية. اتهامات حول مثل شنو استاذ محمد؟ واحد يتهم الثاني، ما شايف الاتهامات اللي توزع بين الاحزاب السياسية؟ هو اتهامات احنا مرات على شاشات التلفاز جايينها، مو نتبه، احنا نحكي الحقائق. زين، انت كما تعلم انه الانبار في عام 2005 عندما كانت مختطفه من احضان العراق وبدت تشكلت صحوه ابناء العراق، وعندنا محافظه الانبار الى احضان العراق، وقاتلنا ودفعنا دماء في هذه المحافظه. بعدين اجت داعش ومن لف لف داعش وساحات الذله والمهانه، وبعدين من سقطت المحافظه عند لدى الدواعش. كما تعلم في عام 2016 شلون انطينا تضحيات وحررنا المحافظه وبدينا تحريرها. وهسه يعني بهاي الفتره يعني
اكو قسم من المرشحين نلاحظهم ونشوفهم يعني قسم منهم اللي اخوه قاتلنا اللي هو كان قيادي بارز في ساحه الاعتصام، فهسه بدنا نتفاجئ قسم منهم صاروا قيادات بارزه وبغداد قاعدين وبالخضراء. يعني انا بس عايز اعرف هل الحكومه العراقيه يعني حاطين قطن بذاك قيادات وين؟ قيادات وين؟ ساحات الاعتصام هسه واحد رايح بيعتصم هسه هذا مو جريمه. نعم بس هو مرتكب جريمه معينه حتى وصار هسه مرشح. موضوع الاعتصامات من منتمين؟ منتمين الداعش؟ منتمين للقاعده؟ اكو نعم اكو بيهم منتمين الداعش واكو بيهم من دعموا داعش واكو بيهم كانوا يمدون داعش بالاموال، وقسم منهم يعني قيادات بارزه وقاعدين هنا وقسم منهم وزراء بيوتهم ما وقعت، واحنا الناس اللي قاتلنا ضباط المراكز وامري افواج بيوتنا وقعت. هسه دول تعويضات واحنا ما اخذنا تعويضات. دول مرشحين الان؟ اكو بيهم مرشحين نعم. بأي كتله؟ خلينا نشخصهم. وين مرشح؟ اسمه فلان ومرشح بفلان المكان. احنا مكان. تعرف هسه احنا عندنا تقريبا 3 كتل إلى 4 في محافظه الانبار. يعني تقدم. الحسم. الحسم قياداتها واضحه مبينه. يعني اكو بيهم ناس لا قاتلوا ويانا وناس تاع ما قاتلوا ويانا، بس ما اريد انطي بالاسماء لانه من راح نطي بالاسماء ما شاء الله هم. بما ان استاذ محمد موجود، تقدم عندهم ناس دواعش مرشحين بتقدم؟ عندهم اخوه واحد، شخص واحد اخوته دواعش وقاتلونا. نعم ومرشح الان مع تقدم؟ نعم مرشح. زين الحسم. عفوا استاذ الحسم. لا بس راح اكمل بس اكمل بس اكمل. الحسم عندهم ناس مرشحين دواعش وياهم؟ نعم ايضا. نعم وعندهم قيادات بارزه يعني مو بس مرشحين للقضاء. قيادات بارزه. ايه قيادات بارزه وقسم منهم جاوا وانسجنوا فتره وخمس ايام ثلاث ايام هيك قاعدين ببيوتهم هيك دون انفاداتهم ما ادري شنو وطلعوا. زين تمام هسه هذول تقدم موجودين، انت هسه صبغت كل الكتله ترى، يا اما تقول يابا فلان وياكم هذا حاكي يعني بعده لا يا تقول فلان وياكم ترى هذا داعشي يا تقدم، فلان وياكم هذا داعشي يا حسم، فلان وياكم هذا داعشي، هذا هيجي، هذا مجرم، هذا قاتل، هذا كذا، هذا كذا. الشم امر الان صبغتهم فصاروا امر غضب راح يصير حسين محمد العلوي كلهم نفس الشيء ما يصير. راح اطلع من يمك شم امر غضب. اكثر ناس قدمنا تضحيات بذيك الفتره. زين خلي جابك شلون يعني هسه احنا كحزب تقدم تحالف قمم ذيك الفتره تقدم ماكو يعني تقدم ماكو بس ايه؟ القيادات اللي موجوده بتقدم هي اكثر قيادات قاتله الارهاب، اكثر قيادات حاربت الارهاب. والله عديان ترى القاده اللي قاتلوا نعم تنظيم القاعده واللي قاتلوا داعش معالي وزير الصناعه والمعادن دكتور خالد بتال بتحالف قمم، انت تعرفون تحالف قمم والانبار هويتنا وتقدم هو تحالف واحد برئاسه الرئيس الحلبوسي. يعني اخوه الدكتور خالد بتال مو راحوا شهداء؟ أنا عن نفسي دا أحكي لك، إحنا تهجرنا من سامرة وتهجرنا من تكريت وتهجرنا من مجمع الدور والإرهاب قاتلنا. أنا سألت عن الناس اللي شالت استحضر يعني أحكي لك شغلة أستاذ العزيز، الأحزاب بالجانب الآخر وبالكتل الأخرى عندهم قيادات وأسماء عليها ألف علامة استفهام، وأنت تدري والدكتور يدري وضيفنا اللي متواجد يعني أيضا بالدي تي أل يدري، إحنا كنا نعرفها أستاذ العزيز. أكو عالم كان إلها آراء سياسية تدعي إلى قتال العراقيين والجيش العراقي، هسه حاليا قيادات سياسية أخي أنت جاي هسه تحكي على تقدم. منو مثلا؟ هواي اسمه. منو مثلا؟ أستاذي هواي اسمه أنت تعرفها كل الزين. أبو حسين أكو عالم كانت طالعة برا وتدعي إلى قتال الجيش العراقي وعندها قناة فضائية متخصصة لبث السم على الجيش العراقي وابناء الشعب العراقي، جو صاروا قيادات وصاروا عندهم عندكم قناه دجله وعندكم قناه اليو تي في دجله مو تقدم الشرقيه ما لها علاقه لا لا لا, لا, لا مو لكم مو لكم الا اللي تقصدها اللي تقصدها. انا شخص انا محمد ظافر مجيد العلوي احكي لك من عائله معروفه في محافظه صلاح الدين، احنا قاتلنا الارهاب بس انا ما ازايد على اهلي وناسي ولا متفضل، احنا هذا واجبنا كنا نقاتل الارهاب السني الشيعي الكردي العربي، هذا واجب هذا موضوع منتهي منه. انا عندي خلافات بسيطه. اول شيء يعني اريد اذكرها بنقاط الخص لك اياها استاذ الغالي. اول شيء موضوع مجالس المحافظات، مو ضروري اللي ياخذ مجالس المحافظات يستلم مجالس النواب. وهذا الموضوع احنا شهدناه باكثر من تجربه. يعني سيد عمار كان مستلم محافظات عديده
وانت تعرف استاذ العزيز انتخابات مجلس النواب سيد عمار ما حصل مو شرط طبعا مقاعد. مو هذا الموضوع منتهي تمشيه المعاملات طبعا اكو يعني سياق انا مدى افتهمه خدمه العالم صارت تمشيه معاملات لا يعني انا هسه محافظ تمام من حزب تقدم شنو المانع انا اخدم منطقتي شنو المانع انا ابني منطقتي هرجع اكد لك سؤال اخر اكو مشاكل باداره المحافظه بالانبار تمام حاله حال بقيه حاله حال محافظه البصره زين. حاله حال محافظه كركوك محافظه اربيل اللي هي لون واحد وقياده واحده وحزب واحد بيها مشاكل بس انت تقول لي الانبار في زمن تقدم لو قبل زمن تقدم لا بس هو اثار نقطه مهمه قال لك انه اكو ارهابيين مرشحين في تقدم بما انه حضرتك موجود من تقدم هسه الحسن ما موجود ولازم يجاوبون على انبار شخص واحد اعم على قائد انبار شخص واحد يا انبار انبار هويتنا انا حاكي له محمد الحلبوش الرئيس يعني حاكي لي هذا الشخص قلت له لانه اخوته هم اللي قاتلونه وفي عام 2013 في عام 2014 تمام قاتلونه اخوته هاي بس جاوبها حتى انتقل للمؤيد السيد الحلبوسي هذا الموضوع ما يساوم عليه امن العراق وسلامه العراق وسلامة المواطنين مستحيل يساوم عليه أي شخص عليه علامة استفهام عليه لغط بكل اجتماع السيد الحلبوسي يقول لنا كلمة أنتوا جايين لخدمة العالم أنتوا جايين تقدموا خدمة إذا بالكم أشياء أخرى فمنها سحضروا نفسكم وقعدوا بالبيت هذا دا أحكي لك إياها على لساني بالاجتماعات الداخلية مال الحزب تمام آخر موضوع أحكي لك إياه على هذا موضوع يعني موضوع الملف الأشخاص المفوضية عندها تدقيق أسامي القضاء عنده تدقيق اسامي ادله جنائيه موجوده اي شخص عليه لغط راح يستبعد عندكم شك بالاجراءات تقدر تقدم طعن زين انت اتهمت خصومك قلت اكو ناس يدعون لقتل العراقيين وكذا ما مرشحين ذولا بس موجود استاذ حنعطيك نموذج قيادات حنعطيك نموذج قصدك قيادات نعم اكو قيادات كانت تطلع بالتلفزيون وما مرشحين هذا الاشخاص ما مرشحين مرشحين لا لا ما مرشح انا دا احكي لك عن محافظه صلاح الدين احد الاشخاص كان عنده قناة فضائية كاملة يهاجم بيها زي أبناء الوطن أبناء الجيش أبناء الشرطة عمي هسه اللي يحكي وياه بتليفون واحد يشيل أوف إيه والله لا بحاله ولا لا بحاله ولا بحال تليفون لا لا بتليفون واحد يشيل وأنطيك دليل على ذلك إيه يشيله شنو يعني يشيله تليفون واحد تليفون واحد يخابر يشيله يدز له قوة يشيله ما شاء الله نعم هو إرهاب نعم أنطيك دليل أشخاص لبنانيين متنفذين حالياً بالسيطرة على العقود قاموا يفوتون عن طريقه للعراق بدون جوازات سفر هاي شلون يا هو شنو القصة مو هاي إشارات مدري شنو هي معروف دول أصحاب شركات أنت تعرف والله ما أعرفهم والله دكتور والله لا أعرفهم زين أعرفهم أنت وإلهم دخل شنو بتغريدة واحدة على موقع تويتر زين يقلب الدنيا قال ايش طلعت هذا يا معروف والله بعض هذا هيك شيء تليفون شيء محافظه صلاح الدين من الشرقاط وش اقول لك بعد زين كانت عنده قناه فضائيه و نعم ما تعرفه يعني دكتور لا هسه وضح جيد استاذ مويد كلامي واضح وعنده مرشحين حاليا بمحافظه صلاح الدين وهاجم تقدم وهاجم يعني الرئيس الحلبوسي على الاقلها طول الفترة اللي صارت بيها الأزمة موقف وطني حمل عالم بناء الأنبار مساهم ببناء العملية السياسية وأقول لك شغلة الرئيس الحلبوسي حاليا بس يبعد رمي السياسي مرشح واحد عندكم يبعد مرشح واحد عندكم يبعد أنت عندك مشكلة وياه لا ما عندي مشكلة لا أنا قاتلت أخوته هذا المرشح لازم يبعد وأنا حاكيها عدة مرات هسه حاطين صورته ما شاء الله على طريقي أطلع ارجع بصف الطريق مالي ابغى اروح بس الى القضاء بس الى المفاوضات تجي مسبب تمام استاذ مؤيد جحش حياك الله استاذ مؤيد هاي من قال استاذ محمد يا بس شنو طلعت لنا بالاستوديو سوالف يا ابو سوالف واحد يطلع لك يجيب الناس تدخل بدون فيزا وناس ما ادري شو يسوي وشيل تليفون يشيله يعني يشيله ما ادري شنو يشيله شلون الطريقه ما ادري والله عندكم انتم بصراحه بالموصل نفس القصه لا يعني بداية تحياتي لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الموصل ايش موضوع ما موجود بس صفت لهذا بالقناة منه ما صوتك يعني صوتك ما قرب الصورة نفتهم هذا منه أبو القناة واحد عنده قناة ويشيل بالتليفون والله ما أعرف
هم كان قوي عندهم صلاح الدين، ما عندهم بس ابو مازن. مو صلاح الدين عنده قناه، عمار جبر هاي عنده قناه سامره. ايه ما اعرف انا. هسه احنا ما نضرب تحت رمل، هو يقصد واحد معروف ومبين وضح القصه، ما بين حيل دعاوى. والله ما عرفته انا. بس لو يعطينا راس خيط هسه نزل بيه ركبه ونص، خليه يخلي. لا يجوز يقول لك جبوري. بس لو يعطينا راس خيط يجوز يقول لك جبوري. منو؟ يجوز يقول لك جبوري. اي ماكو غير ابو مازن، ماكو غير ابو مازن احمد الجبوري. انت شو صاير؟ شنو صاير؟ ما تنقطع بسرعة. عوفه احكي لي عن الوضع الان بالانتخابات. خلي هذا ما لك شغله بيه. شوف هو محمد العلوي هو اللي يتحمل مسؤوليته، هو وصفه ووضح. انا حيل مكيف، حيل مكيف على هاي الانتخابات. شلون؟ لانه المقافي لناس السني كلهم مكشوفين. هم مرشحين. يعني بين قوسين لكل من يريد ان يكشف هذا ومرشحيهم وما سيفعلون. يعني مثلا شوف اكو حزب تقدم. ايه تقدم فدليل. ترى صوتك يقطع يا شباب. استاذ مؤيد راح اروح وارجع لك. استاذ مؤيد 196 صوت. استاذ مؤيد يمكن ليش صوتك قاعد يقطع عندي. راح اروح وارجع لك مره ثانيه. شباب حاولوا تعالجوا للموضوع يعني وقتك احتفظ به. شيخ جماعه ايش قاعد يوزعون بالانبار؟ والله احكي لك بصراحه. انا انتقد اخوي استاذ محمد. انا من اسولف سالفه والله لو اكملها. من اريد اتهم واحد اقول فلان ابن فلان لفلان. قاعد تقول لي انه قلنا لهم من هذا اللي بطلهم زين بدي اعرف حتى يتوضح للاعلام. احكي لك بامانه. يعني انت هسه من حكيت على شخص وبعدين ذا قامت تندب تهايم على هذا وعلى ذا. وانت حكيت على شخص وبقيت احنا ما شاء الله استنوا انه تتذكر يعني هاي مال اللي يحكي واللي يتهجم واللي يجيب اسامي واللي يذكر قنوات. عبالك احنا عبالك احنا مقدمين حوار وقاعدين ويا الدكتور. عبالك احنا مقدمين محتوى هابط ونريد نسولف فيه ويقوم صدرنا علينا وامر قبض. انا احكي لك اياها بالمسميات. يعني هسه انا احكي لك بامانه هذا الموسم هسه شو يسمونه؟ يسمونه موسم حصاد. الانتخابات ما شاء الله موسم حصاد. شلون؟ هسه المؤتمرات والمبالغ الجاي تتوزع وامور كثيره. فانا احكي لك وللتاريخ، انا حكيتها على قناه دجله ويمكن رادت تنجلط سحر. قلت لهم تقدم رايح يكتسح الفوز. زين. ذيك الفتره انطيتهم قلت لهم 10 مقاعد تقدم راح ياخذ انه يمكن 16 مقعد بالانبار مو 15. 15 مقعد قلت خمسه راح يتوزعن. لا انا راح اقول لك راح ينوخذن 14 مقعد التقدم وراح يبقى مقعد واحد. شوف عادي يعني يتناوبون علي الدراويش ويتناوبون علي الحسم. اكو شغل لعن. فليش؟ لان حسين شو رايك ياخذون باي طريقه؟ انا اقول لك حسم قاعدين مقاضينها اجتماعات هنا عندنا مؤتمر عندنا اجتماع عندنا مؤتمر عندنا اجتماع وما يدرون شكو ماكو بالمحافظه. زين تمام. ايش يصير؟ ذول والله شاهد مقعد يعلم الله ياخذهم مقعد ولا ما راح ياخذهم. انا قبل كنت اقول يجوز يظلن 10 ست مقاعد خمس مقاعد يتناوبون عليهم. فهسه انا ابشرهم حسب ابشرهم. كل شيء ما ظل لهم تقدم راح يكتسح الفوز. زين شلون؟ باي طريقه يكتسح؟ باي طريقه؟ بطريقه واخرى. بطريقه واخرى تقدم راح يكتسح الفوز. تقدم بالوقت الحاضر. لا مؤتمراتها كثيره. هاي اللمزه هاي ما اللي حكيتها بالبدايه قلت هسه قاعد تندفع فلوس وقاعد كذا ورجعت قلت تقدم راح تفوز. اكو 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 يعني تقدم بايش راح تفوز؟ اكو اكو تفوز قسم من جمهورها بفلوس بناموس راح تفوز راح تاخذ المقاعد. تمام. وحطك في الاشاره. تقدم راح تاخذ المقاعد وحسب راح يطلع لهم لا مقعد لا مقعدين ولا يطلع لهم جزء كل شيء. زين جزء دراويش ياخذ لهم مقعد. الجماعه قاعدين هنا بالخضراء وقاعدين مؤتمرات بيناتهم. ناس السولف الناس بيناتهم. هذا يقول راح انا افوز اجيب 5000 هذا يقول راح اجيب 10000 وابشرهم كل شيء ما راح يجيبوه لان قاعدين هنا وبس الصفه سوالف. هاي شهاده نعتز بها. هي احكي لك بامانه والله شهاده. انا حكيتها بقناه دجله بس اكد لك عمل تقدم عمل تقدم واضح وخطى الرئيس الحلبوسي ثابته
واكد لك انه حاليا وقاعد يعني يصرفون وقاعد يصرفون صرف لا والله من هذا الزي ابدا ها والله يعني والله عم هاي مؤتمراتكم مؤتمراتكم ما شاء الله عليها الاحزاب المنافسه تصرف ضعف هو يقول لك قاعدين بالخضراء والله الاحزاب المنافسه استاذ محمد للتاريخ والله خايفين يصرفونهن نايمين عليهن يقول لك خاف نصرفهن وما نفوز اكيد لك والله وهم كل الانبار تعرف وهم اغلبيه الانبار هم قاعد يصرفون زين اكيد لك احكي لك اسمع احكي لك بامانه قاعد يصرفون لان والله العظيم انت منتج على انسان يصرف قول هذا طيب بس اللي قاعد ونايم عليهم حاطهم غرفة وقاعد ويدحق عليهم خاف ينقصن وما يفوز لا بالله هذا ما راح يفوز أكيد بس أسأل لا صراحة اسمح لي هذا الصرف اللي قاعد تصرفونه منين صرف شنو صرف أموال دق أموال أنت أكو توزيع أموال يقول لك هسه هاي خليك من توزيع الأموال خليك هسه احنا ما شايفين واحد يوزع اموال بس اتهامات منا ومنا ما نمشي بيها هاي اتهامات تصفيات خوش هاي المهرجانات اللي قاعد تسوونها الامكانيات العاليه اللي قاعد تطلعون بيها منين لكم فلوسها تمام هاكد لك هسه موضوع من مختص انا عندي احد الشركات اللي انا مديرها شركه دعايه واعلان وتنظيم معارض ومؤتمرات زين تمام انت تيجي تسوي مؤتمر تمام تكلفه المؤتمر شنو عباره عن شنو شن طباعة بالبورد تمام كراسي جمهور شاشات جمهور شاشات سكرين يعني جمهور سكرين يعني ضيافة ضيافة ماكو ضيافة بسيطة جدا زين جدا جد عدم المؤتمرات المركزية والأحزاب المنافسة هسه احنا المصادقة يعني 11 لا ذن يعني ما يكلف شيء بسيط قصدك بسيط جدا تقول بسيط بسيط جدا بالنسبة للحملات الانتخابية ولا تقارن تعرف ليش تقدم ضاربة بالساحة أو بالوسط هسه جمهور تقدم جمهور كبير زين وأنا أكد لك نقطة واحدة تقدم تأخذ رقم واحد ببغداد كحزب ببغداد تقدم تأخذ رقم واحد تعبر 10 مقاعد إلى 14 مقعد زين يعني من 10 إلى 14 مقعد خطى الرئيس الحلبوسي ثابتة وحأكد لك شغلة واحدة حالياً رمز للطائفة السنية من بعد 2003 ما ظهر إلا الرئيس الحلبوسي مو دا أحكي لك هاي لأنان بتقدم لا لا دا أكد لك موضوع ما بيهم رمز السنة غير محمد الحلبوسي ولا يعني من 2003 والحد الآن ما طلع عندهم رمز من 2003 الحد الآن غير الرئيس الحلبوسي يا رمز إجاني هاي السياسيين إجاني تدمرنا عمي بالرموز القبل الحلبوسي تدمرنا الرئيس الحلبوسي اجى مشى سنة على السكه صار لنا قرار صار نقدر نحكي بوزارات نقدر نحكي مدراء عامين عمي تمثيل قي المقام كان عندنا بالكرخ ما حد ينطينا بالكرخ بالكرخ اللي هي مناطقنا اللي هي ثقلنا تجي على الواقع قبل يوم ان رئيس الحلبوسي قال شغله قال له العالم تلتهي بشغلها احسن مما ملتهيه بينا كان اشتغلوا احسن هسه فعلا هم عارفين شغلهم وعارفين انتخاباتهم وقال تقدم وحكى تقدم منافسيهم وقال مؤتمر وحكى كراسي غير منافسيهم منافسيهم بشنو غير منافسيهم بانتخابات اوكي انت انت منافس بمنطقه معينه صح عندك شغلك دا تريد تثبته للعالم للجمهور هسه انت ايش قاعد تثبتون انا ما قاعد اثبت ايش قاعد الانبار يعني تجربتنا بالانبار شنو ما نجحت هسه قاعد تقولوا لهم هم عندهم تجربه بالانبار لا 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 ايش عندهم تجربه شنو التجربه احنا جينا على انبار عباره عن خرابه جينا بنيناها من الصفر محافظات مستقره زين. بالجنوب وبالوسط مستقره ما صار بيها نزاع مسلح وهاي فضايح الفساد اللي طلعت ليش عفوا فضايح الفساد بالمصايب الفساد هاي المصايب اللي طلعت قبل فتره اوكي فضايح فساد هذا امر للقضاء اوكي زين. فضايح فساد على منه بس يعني حكومة الانبار بالكامل اقول لك شغله اكثر واحد يحارب الفساد بالانبار والله العظيم وده محمد الحلبوسي قسم قسم عظيم محمد الحلبوسي عنده اليخطة زين اذا محمد من جماعته اول واحد يوقف ضده خلي ما يخالف تتحمل شوي اذا محمد الحلبوسي اكثر واحد يحارب الفساد بالانبار أكيد. ليش ذاك اليوم النزاهه لما راحوا يدققون على الاموال الخاصه بي وحديث عن الاموال اللي مو كلامي كلام اللي سمعته انتم نعم. على عائلته يتعامل مع النزاهه بهالطريقه
ويوقفهم ساعتين ما ادري ثلاثه ويقعد يوبخ المدراء العامين. هذا صحيح؟ لا لا عزيزي انت تحكي على العراق اكشف لك هسه ملفات ببغداد صار هذا لو ما صار. لا ما صار ما صار؟ هذا حكي مبالغ بي اخي، هذا تسقيط، كله تسقيط للرئيس الحلبوسي، وارجع اقول لك كل رئيس يعني هسه النزاهه اذا تروح تدقق ورا محمد الحلبوسي مسموح له تدقق بوراقه؟ ليش ما تدقق بوراقه؟ بمسموح النزاهه تدقق بالرئاسات الثلاث، بس اذا النزاهه تدقق باوراق الرئيس الحلبوسي تمام وما تدقق باوراق الرؤساء الاخرى لا حبيبي. لا هذا استهداف واضح زين. استهداف لمكون استهداف لحزب استهداف لأشخاص زين. استهداف لأكثر من 6 مليون ناخب غيرهم عندهم مؤشرات مثلا هسه يجوز عندهم مؤشرات على الحلبوسي وعلى السوداني وراحوا يدققون وراه هسه يجوز ما عندهم مؤشرات على السوداني عندهم فقط على الحلبوسي اذا راحوا يدققون ورا الحلبوسي يصير استهداف لمكون واستهداف لقضيه واستهداف لكذا ليش استاذ العزيز انا دا اكد لك هو رئيس البرلمان رئيس السلطه الرقابيه الاولى المفروض صحيح. هو يكون الشفاف صحيح. الاول اوكي انت هذا الحكي اللي دا تحكي هذا هو صار صحيح ولا لا انا اسال أكيد فقط لا. اكيد لا اكيد لا وبيها صوره مبالغه وصوره استاذ العزيز الرئيس الحلبوسي اذا يريد يظل رئيس لعشر حكومات اخرى راح يظل تجربه نبيه بري اللي صارت بلبنان انا اكد لك اياها راح تتكرر بالعراق بالرئيس الحلبوسي ليش لانه احنا كطائفه انا دا احكي لك انا اصولي ترجع من محافظه صلاح الدين تواجدي ببغداد زين دا احكي لك انا من كركوك صلاح الدين الانبار بغداد مع احترامي لكل الشخصيات السياسيه الموجوده بالعراق تمام اسماء ولد عشاير خوش مداخله بسيطه مداخله بسيطه بس رئيس الحلبوسي ما له منافس مداخلتك حتى اروح استاذ مويه تاخرت عليه مداخلتي للاخ محمد قال احنا ضيافه بسيطه عندنا مرات بالمؤتمرات او فد شيء لا بامانه احكي لك كل التاريخ احنا هسه عندنا في محافظه الانبار صار مؤتمرين الا ثلاث مؤتمرات بس الناس هم زناقيد زين ومثل الشيوخ مثل شيخ البنبر يعني كان مسوي عشاء تقريبا بالمئتين طلي هذا اللي انذبح زين او اكثر هاي دحين انتخابيه للدعاء سوى عزيمه سوى عزيمه 200 طلي والحضور 10000 ال 200 طلي يوكلون 10000 لا لا يعني بس تعرف للخط الاول الخط الاول شيخ عشيره دي يكرم لا لا اكو ناس زين ضخ مو طبيعي عزايم ومال بس قلاص مي وقلاص شربت هاي لا سولفها بالانبار لان الانبار احكي لك تدري هم اهل طيب صحيح اهل طيب اكو اموال تدفع باليد ما شفت لا ما شفت لا 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 اموال باليد ما أأكد لك شغله لا شفت نائب يمشي ويوزع هسه ما قبل ما استاذ مويد اتحدى واحد يجيب دليل اذا مو مفبرك اتحدى و 10000 شخص تعطيهم اموال باليد استاذ 5000 شخص تعطيهم اموال بلي لا 10 و25 المؤتمر القائم شفت المؤتمر القائم خلي حزب سياسي سني مثلنا يلمه مثل هذا التجمع بالقائم عمي راح ورانا 10 قاعدين 10 مو قال لك الاستاذ زين قال لك قاعدين وسوالف وقال تقدم مؤيد الجحيشي موجود وياي ولا لا عيدوا للاتصال بي رجاء عيدوا الاتصال الله يعين استاذ مؤيد هاي الحلقه راحت اليوم على استاذ مؤيد مو هذا بعد غيرتو هسه يقولون التقدم وقفه الخطوط واستهداف يعني لا ويا تقدم ولا ويا حسم انت لا تقدم ولا تعال احنا تدري سلمناهم المحافظه في عام 2018 زين طلعنا بطرق الملابس ايه بس احنا طلعنا من الحمد لله والشكر طلعنا بالوجه الابيض للامانه من ام من المحافظه غير لا لا احكي لك مال واحد يطلع بالوجه الابيض هذا السلف لي احد هاي مستحيل احنا بامانه وللتاريخ طلعوا بها وجه كنا لا لا ما احكي لك اقصد لك انه اذا مو بالوجه الابيض بها وجه طلعوا اسمعني استاذ محمد اسمعني احنا كنا مستبشرين بالسيد رئيس الوزراء السوداني زين وكانت اللجنه مال ابو علي البصري ابو علي البصري والسيد السوداني وشالوا الفلوس شالوا السراق شالوا بس احنا التحقيق وين وصل تحقيق مال الاراضي التحقيق مال مال مؤسسة الشهداء احنا لحد الان الناس يقول لك شو سكتت هاي اللي جاء سكتت شو رئيس الوزراء سكت احنا كنا نهوس هلا نريدها ونريدها تجي للانبار ونريد تاخذ ونريد تشيل وتطلع بس شو بعدين كلها سكتت ليش؟ احنا نريد نسحب ليش؟ ما اعرف انت هسه انا سولف لنا احنا ليش نتكلم نتكلم بس بالرئيس الحلبوسي زين سولف لنا على هسه انا هاي اللي جان وين وصلت؟ الاعترافات وين؟ المبالغ اللي اجت جماعه بعدهم بالسجون؟
الجماعه بالسجون والفلوس بالسجون. تمام استاذ مؤيد، استاذ مؤيد حياك الله من جديد. انا متاسف يعني ما كان الوضع ما ادري شلونه يعني، وهسه يا ريت تتفضل استاذ مؤيد. اسمعك هسه تسمعني؟ تفضل. اسمعك يعني انا سمعت حديث الضيفين. لا شلون الصوت ده يصلك الصوت زين؟ اي صوتك واضح عندي، يلا تفضل. ايه سمعت حديث الضيفين الكريمين. ايه ودي يتكلمون يعني الاخ العسافي ما له علاقه بالانتخابات، اعتقد ما نازل ويا احد. ايه بس الاخ العلوي اللي يقول انا علوي نازل ويا تقدم. ايه شوف احنا خلينا نطيب المكشوف. الجماعه ذاك الغيم جاب لنا هذا المطر. الغيم مالهم ما مطر علينا، مطر بس عليهم، لانه اليوم مرشح مع المحافظه مجلس محافظه استاذ محمد. ما معقوله ينطوه 200 مليون لانه مرشح محافظه. 200 مليون دينار ينزل يرشح على مجلس محافظه. من اللي ينطي 200 مليون؟ مليون دينار من اللي ينطي؟ ها من اللي ينطي 200 مليون؟ تقدم ينطي تقدم. مو صحيح. تقدم هاي دعايته الانتخابيه تقدم. هاي مو صحيح ابدا. اسكت قاطعك. اسكت خليك كمل. لا تقاطعني دامت له. لا ايه. خلي عندك ادب بالحديث. بدون تجاوز لا تقاطعش ورجال كبير انت ومحترم و200 مليون وجاي توزع ارقام وما عندك دليل وما عندك معلومات وجاي تنتهي. استاذ محمد ارجوك لا استاذ بده يقول اسكت ارجوك رجال كبير عمره ارجوك شويه يعني خلي عندك ثقافه بالطرح ادب بالطرح. هاي تمام استاذ محمد ارجوك محترم مو قاعد بقعده بقهوه بالشارع حتى مستوى القهاوي ما يحكون هيك. لا عفوا لا استاذ مؤيد خلينا من الحوار الشخصي والجانبي. تحدث لي عن كمل الفكره. ايش قال هذا؟ ايش قال يا قهوي؟ ايش بيه القهوي؟ انا ما افتهمت عليه. ايش قال هذا؟ لا. الله هسه الرجل يقول لك انه احنا قاعدين في برنامج محترم ونريد نتحدث بهذه الطريقه، يعني استهجن الكلام اللي قلته عنه. انه كمل كلامك. زين تمام ايه؟ يريد كلام دبلوماسي صحيح؟ تمام؟ ايه خلي هو يجاوبني بعد ما اكلم الحديث. ليه قاطعني؟ كمل حديثك وخلصنا رئيس الحجر. رئيس الحزب ماله كمل له يشتري زوجته الثانيه 4-5 قصور، كل قصر ب 4-5 مليون دولار، وزوجته الثانيه معروفه امام كل العراقيين كانت مقدمه برنامج تتقاضى. احترم نفسك. لا حط الراس سحب من البرنامج. استاذ هذا الطرح ما يرحم. استاذ محمد ما احترامات يعني ما احترامات هذا الطرح ما يرحم. استاذ مؤيد بس انا بس اسمح لي بس اسمح لي الامور هاي لو بدنا الرئاسات الثلاثه واحد اصلا يطاول عليه. استاذ مؤيد بهالنهج هذا. استاذ مؤيد بعدين جاوبني بعدين استاذ مؤيد بس اذا تسمح استاذ مؤيد اكتبوا بعدين جاوب. مع كل الاحترام لعوائل الاشخاص سواء رئيس او غير رئيس، عوائلهم بالنسبه لنا محترمه واشخاصهم بالنسبه لنا محترمين. كمل. ادري هذا ما يقدر يسكت. كمل لك الكلام. اوف لي انا بالله ترجع. زين خليني اسمع ارجوكم. انا ارد عليك. هذا منو قال انا ارد عليه؟ هسه يرد عليك بعدين. خلي كمل كلامك. بس فهمني الله يخليك. يا اخوان ترى سياسي محاور لو زحم هذا. يا اخوان ترى الحوار بس طريقه منتظركم بالشارع. استاذ محمد الرجل قال لكم هسه ردوا علي بعدين. صح قال لكم هاي بس استاذ بلا اساءه للرجل. قاعد يسيء الرجل. كل من عنده رجل. عمي احنا رمزنا الحلبوسي. تمام عمي انا رمز الحلبوسي. لا تسيء للرجل بس خلاص. تمام بس من رخصتك استاذ محمد. بس اساءه للرجل. الرجل ما كمل. خلي كمل الرجل على راسي والله ما قاطع. كمل كلامك ارجوكم بدون مقاطعه. قاعد يقول لك هذا الرجال عنده 5 قصور. قل له لمنين جابهن؟ ما سوى شيء الرجال. قول استاذ مؤيد كمل. زين ايه؟ نجي على الموصل. خلي اتكلم لك على الموصل. ايه؟ ها احنا عندنا بالموصل ها 5 شركات مستحوذه على كل عقود محافظة نينوى. تمام. ثلاثة من عدها مال أحمد الجبوري النائب. ايه؟ عن نينوى مو أحمد الجبوري أبو مازن. لا أحمد الجبوري الثاني. ايه؟ أبو نينوى. واثنين من عدهم مال تقدم.
ماكو عقد يطلع من محافظة نينوى إذا مو مال هاي الخمس شركات. زي. ثم هاي الخمس شركات ترجع تنطي هاي العقود ثانوي لعقود للموصل أهل الرمادي حصراً حصراً. اسمعني زين. تجي العقود أتكلم لك نينوى، أنا ما أطلع خارج نينوى. ها تجي على نينوى العقود الكبيرة يعني جسر مجسر مستشفى، ها هاي مشاركة بينهم بين تقدم وبين هذول حسم، مو هذا أحمد الجبوري وثابت العباس يسموهم حسم إيه وتقدم هذا الأخ هذا المهرب مع الطليان هذا ما وياهم. من هو هذا؟ بهاي هذا الأخ أبو جقاير أبو الطليان المهرب مع جقاير كان سياسي الخنجر ذكرته الخنجر اي الخنجر خميس إيه. الخنجر مهرب جقاير هذاك ما وياهم إيه. ما وياهم بايل بوغات ها والباقي هاي موزع. وتعال قول لي خلي اقول لك اسمعني إيه. انت لما منزل لك 60 او 65 مرشح منطي كل مرشح 200 مليون إيه. اضربه على 65 العفو لا مو 65 27 في 2 تصير 40 54 54 على 200 مليون ايش قد تصير؟ ونازل على مجالس محافظات يعني عضو مجلس محافظه من راح يفوز راح يصير راتبه مقطوع من الدوله 4 سنين مليون ونص دينار عضو مجلس راتبه مليون ونص دينار زين انت راح تصرف عليه 200 مليون دينار فقط تاي يصير تا يصير هذا مجلس محافظه اللي قاعد يصرف 200 مليون على المرشح حتى بعدين يجاوبونك الاخوان معناته هذا راح يجيبوك هذا راح يجي يسرق أموال المحافظة هذاك الغيم جاب لنا هذا المطر هسه أفسر لك إياها زين إحنا نواب لا لا بس سدموين سدموين أنت ذكرت تقدم التقدم تطلع المرشح 200 مليون كانوا عزم سدموين سادم محمد نعم. سدموين أنت قلت إنه تقدم تنطر المرشح 200 مليون إيه الآخرين مليون. ما ينطون إيه. للمرشحين مالتهم لو بس تقدم لا بس تقدم خلينا نجاوب لا إيه ما عدا كل مرشح فتحوا له مكتب كل مرشح تمام كل مرشح مفتوح له مكتب خاص أيه. لهذا المرشح هاي الفلوس من الراتب من رئاسة البرلمان لو من عشيرة من فخد الحلبوسي الحلابسة تبرعوا لمحمد الحلبوسي خليك يصرف بس خليك كمل انتم اخذتم نص ساعه يعني الحلابسه عشيره الحلبوسي رئيس عمي يعني خلي يكمل الرجال خليك مرشحين عن تقدم واحد منهم كان مرشح على البرلمان جاب 196 صوت جاب وحاليا مرشح محافظه عن تقدم اسمعني ليش ما فاز بالسابقه لأنه كان في لجنة النثريات مال الشباب مال شباب نينوى افتحني اتحاد شباب نينوى باق النثرية مال لاعبين باق النثرية مال مال لاعبين مال كرة قدم سرق النثرية مال لاعبين وطردوه نسميه هذا نسميه ها هسه نازل بتقدم هسه نازل مرشح بتقدم عندهم وحدة اللغة اسمع هاي اللغة عندهم مرشحة مو قلت لك سهلة هالمرة التكلم وكشف الحقائق مال المرشحين هالمرة مال السنة بين قوسين كانت سهلة جدا عندهم مرشحة متزوجة بال 2003 يعني صار لها 20 سنة متزوجة نزلت اسمعني والله ما قاعد افهم شو يقول خلي يكمل خلفني يا اخوان عند الشيخ يعني راح تشتغل عند شيخه راحت اشتكت عند الشيخ ماله قالت تريد تطلقني من رجلي قالها ليش؟ قالت توني اكتشفت والله رجلي ما يصلح لي صار له 20 سنه مزوجه نزلت الانتخابات راحت اشتكت عند الشيخ وبالمحاكم والله تعالى طلقوني من رجلي شنو علاقه هذا والله ما علاقه انا هذا رجلي مو من مستواي الشيخ قال مو ينجح يا شباب ازحم عليك اسالك سؤال واحد سويت يلا استاذ محمد بدي اسالك سؤال هاي هم مرشح التقدم استاذ على تقدم استاذ مؤيد انا ما فهمت قصتها استاذ مؤيد ما قاعد تخلون كاتل بس استاذ مؤيد اسالك سؤال واحد بس لحظه بدي اسالك سؤال انا شيخ جبار عجاج معك بدي اسالك سؤال على واحد على راس تفضل في عام 2014 عندما كان رئاسه البرلمان للموصل
والعراق الموصل سقطت ومحافظة الأنبار سقطت والمحافظات السنية. وخابرنا رئيس البرلمان قلنا له داعش راح يغزي المناطق السنية، قال ما كلهم داعش. يعني هسه أنا البرلمان كان للموصل استلمتها كلها ما شاء الله الدولة اللا إسلامية استلمت العراق. يعني هسه أنا مو دفاعا عن السيد الحلبوسي، السيد الحلبوسي من جاب لك إعمار للمحافظة وضخلك ضخ مو طبيعي لنينوى، ونينوى وانت التربيه اغلبيتهم يترحمون للسيد الحلبوسي. يعني ليش الحسنات ما تذكر؟ واحنا تدري انت تعلم انه الانبار طابع عشائري، ما نقبل انه يصير تجاوز على لا عشيره ولا نقبل يصير تجاوز على نساء الانبار. والنعم منك من عندك والله والنعم. تمام استاذ محمد. استاذ مؤيد. نعم سمعت الرد. سمعت شوف تمام سمعت. انا راح انتقل لسالم محمد. انت طرحت شبهات خلي يردون عليها الاخوان. اولا المرشح اللي تكلمت عليها من نينوى ومو من الانبار. هاي اللي يطلق رجلها هاي من نينوى ومو من الانبار، هاي وحده. اثنين اسامه النجيفي لا يمثل نينوى، اسامه النجيفي الرجال جده ولادته سوريا، جابوه الاتراك سواه رئيس برلمان. فاذا هو جبان وفعلا هو جبان وما رد على احتلال داعش لمحافظته، فهذا ما ينعكس عليه هذا مويد الجحيشي، عرفت له لا؟ تمام. هاي وحده. اثنين انت تتكلم على الحلبوسي، يا عمر جابنا بالموصل، تعال باشر انت على نينوى، انت العسافي تعال على نينوى، هذا مويد الجحيشي خابرني رقمي بالقناه وموجود، تعال شوفني العمار مال الحلبوسي اللي بنينوى، كل اللي صار بنينوى 90% من العمار اللي بنينوى اهل نينوى عمروه. تتكلمني على المشاريع ثلاث ارباع 70% سرقة. تمام يلا استاذ مؤيد خلي انت الاخوان الموازنه صرفت للموصل سرقه 40%. تمام وبشرك المجسمات اللي على اساس الحلبوسي موافق بها كلها عوجه وغلط. المستشفيات بعد ماكو كلها كرفانيه، بعدها كرفانات المستشفيات. زين الشوارع كل ثلاث اشهر تنعاد التبليط مالها. هسه هذا واضح عمار. واضح قول لي كل بناية بالموصل دائره يلا خلي انطي حق الرد للاستاذ محمد. استاذ محمد من تقدم وطرحت هواي اشياء. اول شيء قصة القصور، يقول لك اكو ما ادري كم قصور باسم كذا وملايين الدولارات اشتروا هاي القصور. ثانيا قال لك انه اكو شركات هاي لاحمد الجبوري، يمكن احمد الجبوري جاوب عليها. الشركات الثانية شركتين لتقدم ذني يشتغلن بالموصل واغلب المشاريع يروحن ذني الشركات اللي ذكرهن هو، وذكر لك الشبهات اللي كتبتن حضرتك. تمام. هسه الوقت لك رد عليه. تمام. أول شغلة موضوع نبلش بالقصور. إيه. تمام. أكو قضاء، أكو نزاهة، أكو رقابة، أكو تفاصيل كثيرة قبل ما الرئيس يصير رئيس مجلس نواب يرشح، هاي الأمور تنعرض. زين. أما أوراق تعرض استفسار. تمام. بيان رأي لغرض التسقيط السياسي، هاي احكي لك اياها انا بصريح العباره. تمام. هذا شيء واضح ومدروس ومعروف احنا ندري به. تمام. ربما يصير ضغط، هسه انا اقدر اروح للنزاهه اشتكي على حضرتك اقول اكو عقد فاسد، النزاهه تحقق به، احنا مو ضد التحقيق لا نهائيا، بالعكس احنا نريد نبين الحقائق. وارجع اقول لك نقطه جدا مهمه دكتور، جدا هاي القصور اللي ذكرها موجوده ولا لا؟ لا 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 استفساء. واذا موجوده حتى اذا موجوده حيكون بيها اوراق موجوده. لا انت قلت انا هسه دائم فيها نفيا قاطع. تمام اعبر على هاي سعر. اول نقطه دا اكد لك اياها. ثاني موضوع ال 200 مليون ها عفوا اكو ملاحظه جدا مهمه موضوع الشركات ترى ما عندي وقت هواي. تمام ال 200 مليون تمام تنطون لكل مرشح 200 مليون اخي كذب. شلون يعني شلون تريد احكي لك اياها؟ شلون تريد انطيك دليل؟ اتحدى مرشح حسه يعني انت ببغداد عندنا 99 مرشح كل مرشح 200 مليون كل مرشح 200 مليون اول شيء مرشحينه ولد شيوخ وشخصيات سياسيه زين وشخصيات تجاريه عدد كم مرشح عندنا عندهم جمهور زين وامكانيات يعني 90% ما تطولهم فلوس انتم 200 مليون ايه؟ ماكو هيك رقم قسما بالله. تمام. اخر شيء احنا مو خلاف معنينه
حتى ما يسوق الموضوع خلاف مناطقي، بالعكس محافظة نينوى ومحافظة عزيزة محافظة عراقية مهمة. وضحت آخر ملف آخر شيء هذا بعد أخذ راحتك. الشركات الشركات أي شركات اللي لازمتها تقدم؟ أي شركات؟ أي شركات؟ عمي نينوى بغداد أحشي بغداد ونينوى تمام؟ عمي أشخاص لبنانيين خاص لبنانيين دي يفوتون بلا جوازات سفر تمام؟ دي يأخذون العقود ويقول لي تقدم يا تقدم. إذا أنت هيك حريص زين على العراق وعلى المحافظة، الشركات الأجنبية تدري ايش تسوي بالعراق؟ لا ما تدري. ما أدري تدري لو لا عمي دي يجون عبارة عن شين؟ عبارة عن عصابات عصابات دا أكد لك شركات لبنانية دا تطوب عن طريق أحزاب منافسة لتقدم وتسعى لتسقيط تقدم زين. دا تاخذ شغل عمي، دا تاخذ شغل ببغداد مو بالموصل، ببغداد قلب الحدث اللي الدنيا كلها موجودة والرقابة موجودة والسيطرة موجودة. تمام. فلا تقول لي تقدم إلها شركات وإلها عقود. عندك شيء توضح؟ عندك شيء توضحه بعد؟ هذا أنا يعني كرد للشبهات. أبداً دا أنطيك إياه. قضاء موجود هاي واحد 200 مليون ماكو، واللي يقول لك هالحكي كذاب كذاب كذاب. تمام. هاي نقطة. النقطة الأخيرة شركات خاصة لحجم تقدم. تمام. أيضا هذا الموضوع. استاذ مؤيد ما عندي غير دقيقة واحدة تقريبا لك، تفضل. لا شوف هذا الموضوع أنا باشر أقدر أثبته ببسيطة جدا. أفتر لك بالموصل وصور لك المكاتب ما تقدم. كل عضو عنده مكتب، كل عضو هو أجار البيت أجروا له مكتب. اما موضوع ال 200 مليون هو انت تقصد كذاب على منو؟ على الكلام لو على المتحدث؟ لا اكيد على الكلام. انا مؤدب استاذ الغالي. تمام. انت رجال يعني كبير عمر الى قيمتك. شوف احنا نعرف ننتقد الكلام. قال لك الكلام كذاب، وصل لك الحديث كذاب، لانه ابو حسين تقدم كذاب. هذا جاب لك ابو حسين شخص احنا نحترمك ونجلك والك. صرف 140 مليون ابو حسين، صرف 140 مليون ابو تقدم، صرف 200 للعلم. اكو 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 والله عمي انا مرشح حتى اقدم ما مسوي استاذ محمد. استاذ محمد رجل عمي انا مرشح حتى اقدم استاذ محمد. عمي على ولا ما قاعد افهم من عنده، ما قاعد افهم من عنده. اعطيتك وقتك ورديت على كل الشبهات، اختصر لي الكلام استاذ مؤيد خلي اختم. اني استاذ محمد الكلام لك يا لك يعني الجواب من يمك مو من يم الجماعه. اخوان كل شيء ما جانا ذاك الغيم ما جاب لنا مطر، ذاك الغيم جاب لنا زبل، جاب لنا نفايات هذاك الغيم. فاحنا ايش راح نسوي؟ هالموصل ترى عاكفين على الانتخابات، وللعلم هاليوم سمعت القضيه ده يشترون كيانات، ده يشترون كيانات. هذا الكيان بعوائل. تمام. كل عائله تضمن انه البطايق مالها مثلا خمس عائله بها خمس نفرات. انا اشكرك مؤيد. هاي تنجمع يم صاحب الكيان واضح، ويجبر او يضمن انه هذا الصندوق اللي يتابع لهذا الكيان هذول راح يجون ينتخبون مقابل 125,000 على كل صوت على كل بطاقة. ما شاء الله. قدم الأدلة. قدم الأدلة. إذا عندك أدلة. بالعافية عليهم. قدم الأدلة إلى المفوضية. شكراً. عمي أكل إجابة قابلة. شكراً مؤيد الجحيشي السياسي المستقل. شكراً للشيخ جبار العسافي. شكرا ايضا للاستاذ تعبتنا استاذ محمد العلوي. ان شاء الله ما تتعبون، انت مرشح وبعد وراك تعب واي وعاد وراك حكي ايش قد تعب الترشيح واحد وتعب واحد عمل. بهاي الايام تدور بالاوساط السياسيه قصه لطيفه عن انه ابن احدى النائبات، يقال انه الابن الوار لاحدى النائبات سرق من امه 20 مليار دينار. النائبه اللي يقال انه تعمل في لجنه الثقافه والاعلام لا نفت الخبر ولا أكدته، وحيرتها حيرة إذا قالت ابني خمط الفلوس راح يقولوا لها من أين لك هذا 20 مليار. طبعا مليار دينار، وإذا سكتت الولد عبر الحدود وراح يخلصن 20 مليار في بلاروسيا وما لبليس للشيطان. وكل هاي الفترة النائبة تجمع وحارم نفسها من كل ملذات الحياة إنه يجي الوليد ياخذهن ويروح. ويوم حسين يوم عبد الله رحت بوحده ورجعت باثنين في مالك.